فطور أهالي المدينة المنورة وين؟ اليوم فطور أهالي المدينة المنورة في حي تاريخي من أحياء المدينة، حي سكنوه الصحابة، حي القبلتين، ويسمى أيضا حي بني سلمة نسبة إلى القبيلة العريقة من الأنصار بني سلمة رضي الله عنهم. هذا حيهم، هذه مناطقهم، هذه منازلهم، وهذا مسجدهم هنا، مسجد بني سلمة، مسجد القبلتين. ونقول لكم يا هلا وسهلا فيكم في الفطور الجماعي لأهالي حي القبلتين. عظيم ما شاء الله تبارك الله، على الترابط، على التلاحم، الله يديم الجمعات الحلوة. اليوم كم؟ 24، خلاص على نهاية رمضان، لكن ما نقول إلا الله يديمها علينا. حبيبي الله يخليك إن شاء الله. شوف شوف الحبايب، على فكرة مو بس أهل الحي، في من الأحياء الخارجية، الجيران، العنابسة، النصرة، يجوا يحضروا فطور الجيران زي هنا القبلتين يحضروا. فهذه من العادات الجميلة اللي الله لا يغير علينا، العيد قبل العيد ما شاء الله، كيف ندور التجمع، الترابط، الأحباب هنا، والبشمهندس الحبايب الله يديهم ألف عافية يا رب. الله يا حبيبي، الله يسعد قلبك. سمير سمير ايوه الله يحفظك يا فادي، منور والله منور، الله يسعدك يا رب. والله ما ادري لسه ما دقت عليه. تعال 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 تعال
ما شاء الله تبارك الله مبارك فيك الله يبارك فيكم ويعطيكم هنا